اهلا بحضراتكم متابعي تلفزيون اليوم السابع، معاكم احمد يعوف في حلقه جديده من برنامج الاقتصاد ببساطه، وده الموسم الجديد من البرنامج. خلينا في بدايه الموسم الجديد نتكلم عن موضوعات ممكن تكون بتهم قطاع عريض من المواطنين، وهو اهمها طبعا العملات البلاستيكيه. كلنا بنتكلم دلوقتي عن العملات البلاستيكيه اللي خلال ايام ومع بدايه شهر نوفمبر القادم هيتم طرحها لكل المواطنين، والحقيقه طبعا ده تحول كبير في طباعة البنكنوت وطباعة العملات بكل فئاتها الخاصة بالجنيه المصري طبعا وبالعشرة جنيه وبالخمسة جنيه، ودي كلها من التطورات المهمة جدا في صناعة وطباعة البنكنوت. البنك المركزي المصري في مطبعة العاصمة الإدارية الجديدة هيبتدي يطرح الفئات الجديدة اللي هي 10 جنيه والعشرين جنيه من مادة البوليمر. وعلشان الناس اللي بتشوفنا دايما، مادة البوليمر دي هي المادة الخام اللي بيتصنع منها اي منتجات بلاستيكية. بمعنى ايه؟ البنكنوت اللي معانا دلوقتي اللي كل الناس بتقدر تستخدمه بفئاته المختلفة، ده عبارة عن من مادة القطن ومادة مواد تانية معالجة بحيث ان هو يبقى العمر الافتراضي بتاعه طويل. ولكن مع مادة البوليمر اللي هي هيتصنع منها العشرين جنيه والعشرة جنيه اللي هيبتدي طرحها خلال أيام قليلة من مطبعة البنك المركزي في العاصمة الإدارية الجديدة، دي هتبقى بعمر افتراضي أطول من مادة البوليمر دي. بتبقى مادة رقيقة وشفافة وبتدي عناصر تصميمية مهمة، لأن احنا دلوقتي في عناصر تصميمية مهمة زي مثلا العشرين جنيه الجديدة دي، الشكل بتاعها والتصميم بتاعها الجديد بيدي عناصر تأمينية مهمة للغاية. أهمها هي مادة الهولوجرام أو التصميم الخاص بالهولوجرام، وهي العلامة المتغيرة بصريا. والعلامة المتغيرة بصريا دي بتتيح أن كل مكافحة عمليات التزوير والتزييف الخاصة بالعملة. بمعنى إيه؟ يعني أنا دلوقتي لو بنك مركزي بيقدر يطبع العملات الجديدة دي عن طريق مواكبة كل المعايير الدولية في طباعة البنكنوت، وأهمها أن هو بيدي عناصر تصميمية مميزة، وأهمها مادة الهولوجرام اللي هي العناصر المتغيرة بصريا اللي بتبقى على الجزء اليمين زي احنا ما بنشوفه. خلينا نقول كمان ان مسجد الفتاح العليم، وده مسجد الفتاح العليم من المساجد المهمة، ومسجد محمد علي، على العشرين جنيه هنلاقي مسجد محمد علي، وعلى العشرة جنيه هنلاقي مسجد الفتاح العليم اللي في العاصمة الإدارية الجديدة. والطباعة الخاصة بالعملات البلاستيكية الجديدة دي من مادة البوليمر، وهتكون عن طريق أربع خطوط إنتاج جديدة هي الأحدث في العالم، والبنك المركزي بيبتدي يستخدمها في طباعة وإنتاج هذه الفئات الهامة للغاية. وإن ده تحول مهم جدا لمصر في منطقة الشرق الأوسط، إن هي تقدر تواكب أحدث العملات أحدث أساليب التصميمية والأحدث الأساليب اللي هي الخاصة بمكافحة التزوير والتزييف للعملة. الشكل النهائي هو طبعا طول الوقت بيبقى فيه تطوير لشكل العملة، وده مش الشكل النهائي. الشكل النهائي هيتم طرحه مع بداية شهر نوفمبر، مع بداية الشهر القادم. والطرح ده هيكون حاجة مهمة جدا ان احنا نقدر مع الطرح ده يبتدي ماكينات الصراف الآلي تبتدي تتبرمج بالعشرة جنيه وبالعشرين جنيه الجديدة، وتاخد المواصفات والعلامات التأمينية الخاصة بيها من حيث الشريط المغناطيسي اللي بيبقى موجود في النص، وكمان بتبقى من العلامات التأمينية المهمة اللي بتقدر تكافح عمليات التزوير والتزييف. واحدة واحدة بقى نتكلم عن العلامات التأمينية الخاصة بالفئات. احنا معانا دلوقتي العشرة جنيه، وده التصميم المقترح وليس النهائي. النهائي ده ممكن يكون فيه بعض العناصر التصميمية هيتم تغييرها، وهي موجود فيها على ظهر الورق زي ما احنا شايفين دلوقتي، وهو مكتبة اسكندرية، وطبعا بتبقى بعض المكتوب Central Bank of Egypt او البنك المركزي المصري باللغة الانجليزية، و 10 pounds او 10 جنيهات، وكمان بيبقى موجود مسجد الفتاح العليم. وخلينا نقول ان ده وجه العملة او الفئة الجديدة من العشرة جنيهات من مادة البوليمر، ودي بتبقى مسجد برضو الفتاح العليم، وبتبقى موجود فيها كل العناصر اللي دايما بتبرز معالم واهم المحطات التاريخية في تاريخ مصر، سواء الاسلامي او الفرعوني. وخلينا نقول ان العناصر دي بيبقى فيه لجنة متخصصة من البنك المركزي المصري، وكمان من الجهات المعنية بالفنون التشكيلية، ان هو يختاروا افضل
المعالم اللي موجودة في تاريخ مصر، سواء تاريخ مصر الفرعوني أو تاريخ مصر الإسلامي أو تاريخ مصر على مر العصور، إن هم يختاروا أفضل العلامات التأمينية وأفضل المعالم التاريخية والمعالم الحديثة اللي بتدل على حضارة مصر الحديثة. يعني احنا هنشوف تنوع ما بين العشرة جنيه مسجد الفتاح العليم، وده بيدل عن الجمهورية الجديدة والنهضة الحديثة لمصر. الجمهورية الجديدة بتعني ان في نقلة في الفكر الحكومي وتقديم الخدمات المتعلقة بالجمهور، والرمز ليها هي العاصمة الإدارية الجديدة، وأهم معالمها اللي تم إنشائها مبكرا جدا هي مسجد الفتاح العليم. ده بالنسبة للعشرة جنيه. طيب سؤال مهم قوي لو نركز فيه، إن هل العشرة جنيه دي هتلغي العشرة جنيه الورقية القديمة اللي هي الطبعة اللي معانا دلوقتي كلنا؟ لا، دي متداولة وهيتم تداولها خلال الفترة القادمة مع طرح العشرة جنيه بتصميمها من مادة البوليمر بالتوازي مع العشرة جنيه الورقية، وبالتالي مفيش أي إلغاء للعشرة جنيه الورقية اللي معانا، هيتم طرحهم بالتداول وبالتوازي مع بعض عن طريق ماكينات الصرف الآلي. أحصل على العشرة جنيه إزاي؟ العشرة جنيه دي بيتم بعض ماكينات الصراف الآلي. دلوقتي احنا في مصر تقريبا 15,000 ماكينة صراف آلي او ATM منتشرة في كل الأماكن الحيوية والأندية الرياضية والمولات التجارية. ممكن عن طريق ماكينات مخصصة لسحب الفئات دي او الفئات اللي هي الصغيرة، العشرة جنيه والعشرين جنيه، هيتم إحلال العملة دي تدريجيا او طرحها تدريجيا عن طريق ماكينات الصراف الآلي او عن طريق فروع البنوك، وطبعا عن طريق التجار مع حركة التداول التدريجية أو جراجولي هتقدر تحصل على العشرة جنيه عن طريق التجار أو عن طريق البنوك أو عن طريق ماكينات الصراف الآلي، وتدريجيا هتبقى موجودة في المحافظ بتاعتنا مع الوقت ومع الطرح بتاعها. لو ننتقل لنقطة مهمة جدا، إيه الفئة التانية المهمة اللي هيتم طرحها خلال الفترة القادمة أو خلال الربع الأخير من 2021 أو تحديدا مع بداية نوفمبر القادم؟ هي العشرين جنيه. العشرين جنيه بيراعى في تصميمها إن هي تكون مواكبة لأحدث العلامات التأمينية والتصميمية، وهي طبعا بتشتمل على معالم مهمة فرعونية زي الهرم وزي بعض التماثيل الفرعونية، وكمان بيبقى مكتوب على الظهر بتاعها سنترال بانك اوف ايجيبت أو البنك المركزي المصري اللي هو مصدر للعملة دي. خلينا نقول حاجة كمان مهمة، ان الفئة دي تحديدا هي الاكثر تداولا في مصر. ليه تم اختيار العشرة جنيه والعشرين جنيه من الفئات اللي احنا دايما بنتكلم على الخمسة جنيه؟ دايما بنتكلم عن الجنيه اللي هو مستمر برضو في التداول، يعني الجنيه الورقي مستمر في التداول ومفيش وليه قوة ابراء، يعني بيتمتع بكامل قيمته، يعني الجنيه بيتمتع بكامل قيمته مقابل اقدر اشتري بالسلع والخدمات، وده وجه العملة او الفئة من العشرين جنيه، ومسجد محمد علي والمسجد الشهير. وخلينا نقول ان الهولوجرام اللي هو الجزء اللي على الشمال ده هو من العناصر التصميمية وموجود في كل الوثائق، ومن اهم العلامات التأمينية اللي موجودة في الوثائق المؤمنة حول العالم، وفي دول كتير جدا بتستعين بالهولوجرام ده بحيث ان هو صعب جدا في عمليات التزوير والتزييف، وكمان مواكب لكل اساليب الصياغة العالمية. خلينا نقول حاجة مهمة جدا، خلال الفترة القادمة مش هيتم طرح الفئات من 50 او 100 جنيه او 200 جنيه، هو اللي هيكتفي البنك المركزي في الفترة الاولى بالعشرة جنيه وبالعشرين جنيه في صورة البوليمر، وخلال الفترة القادمة هيتم طرح كميات كبيرة تدريجيا عن طريق فروع البنوك زي ما قلنا، وعن طريق ماكينات الصراف الآلي، وعن طريق التجار والتعاملات التجارية بتتم بالفئات دي. خلينا نقول كمان حاجة مهمة، هل الفئة العشرين جنيه دي هتلغي العشرين جنيه اللي موجودة معانا الورق دي؟ لا، احنا دلوقتي لو بنتكلم مثلا على فئات مهمة جدا زي ال 100 جنيه وال 200 جنيه، يعني احنا بنشوف دلوقتي ال 200 جنيه بيبقى عليه علامات تصميمية وتأمينية مهمة، الشريط اللي موجود هنا وفي شريط كمان موجود هنا، وفي علامات مائية وعلامات تأمينية متغيرة بصريا لو انا بشوفها في الضوء النافذ، ودي بتبقى مهمة جدا في تأمين البنك نوت. ال 10 وال 20 جنيه في صورتها الجديدة اللي هي البوليمر هي متواجدة ومتداولة زيها زي العشرة جنيه والعشرين جنيه اللي موجودة معانا دلوقتي. وبرضو زي احنا ما بنشوف فئات كتير جدا هي بتبقى دايما بيواكب البنك المركزي في كل فئات البنك نوت طرح ومواكبة الجديد
من العلامات التأمينية. الشكل النهائي للعملة البلاستيكية هيتم طرحه مع بداية التداول، وبالتالي ممكن بعض العناصر التصميمية اللي احنا شفناها في خلال حلقة النهاردة من الاقتصاد ببساطة، احنا بنتكلم دايما عن حاجات قابلة للتطوير. قابلة للتطوير بمعنى ان ممكن البنك المركزي يضيف علامات ويشيل علامات تصميمية وتأمينية وفقا لرؤيته، وفقا لان في لجنة متخصصة هي اللي عملت ودرست الفئات الاكثر تداولا اللي هو العشرة والعشرين جنيه، وتدريجيا احلالها او تدريجيا طرحها بالتوازي مع العشرة والعشرين جنيه في الصورة الورقية. ولكن الاساس في الشكل النهائي هو ان البنك المركزي بيستقر مع بداية شهر نوفمبر 2021 على طرح علامات تصميمية أو شكل نهائي للعشرة جنيه والعشرين جنيه ومواكبة العناصر التأمينية المهمة. خلينا لو بنتكلم عن أن فئة النقود البوليمر بدأت من 30 سنة تقريبا في استراليا وفي انجلترا، دلوقتي في انجلترا في الخمسة والعشرة والعشرين جنيه استرليني، ودي متداولة جنبا إلى جنب مع نفس الفئات دي لكن في صورتها الورقية. وبالتالي البنك المركزي دايما بيواكب أحدث أساليب صناعة وتطوير العناصر التأمينية الخاصة ومكافحة عمليات التزييف والتزوير. كان معاكم في حلقة الاقتصاد ببساطة النهاردة أحمد يعقوب رئيس قسم الاقتصاد في جريدة اليوم السابع. إلى اللقاء في حلقات قادمة بشكل أكثر تبسيطا لكل المشاكل وكل القضايا وكل الاستفسارات الخاصة بالاقتصاد في مصر والعالم. إلى اللقاء.